في جولة بمنزل الفنانة القديرة منى واصف، بشوف الصور. هون أوضة القعدة ببيت سنديانتنا. هلا هون الملفت هو هون المكتبة الطويلة العريضة، مكتبة ست منى، مكتبة عظيمة هون. بس صوتك مبين. ايه طبعا، كل كله هذا كله قريتي هذا الكتاب تقريبا؟ ايه الا يلي باللغات، بس ما عادي كتير. لا مكتبة عمار بيت تاني، لا بس انا هذا كله قريته طبعا. هذا الباب كما حتى الباب فيه تفاصيل. ايه لكن طبعا ما بدك تعرف حياتي شلون. كان عيد ميلادك اكيد، كل عام وانت بألف خير. انت بألف خير. هاي الصورة كثير لفتتنا أنا وشام. إيه هاي من الشمس في يوم غائم. هاي شام. هاي الهيبة، هذا تكريم كان؟ هذا إيه هلا بعتوا لي إياه من الشركة. وهون كمان تكريمات. كثير في أنت بتحطي التكريمات بتحطيها على هون بتوزعيها بالبيت؟ بوزعها هلا، في هون تكريمات وهون تكريمات. وتعال معي لوجهك. وين الميركس دور؟ الميركس دور لك. أوكي. فيني شفت ايه صورها، عم صورها عم امسكها. هي الميركس دور كمان. وين قلتي لي؟ تعال 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 تعال. يلا مع الست منى. كنت بس لا ولا يهمك. كمان هون تكريمات. ايه هون مكتب. هذا المكتب، هذا مكتبي. ايه نعم. اوكي. طلعوا فيني شوف المكتب. انا شو اني عم بتدخل بال هذا مكتب الست منى. هون شو بيصير؟ هون بينطبخ تنطبخ ال لا والله اذا انا مكتب هذا، بس ما بحب كثير اقعد هون. لك تعال اوريك وين بحفظ. يلا هلا هذا مكتب. ايه عملت هاي صورت هاي؟ ايه عم صورها. هون وين صرنا ست منى؟ هون أوضة العمليات تبع الكتابة. عمليات الكتابة؟ لا يعني أنا هون بقرأ. هون بتقري النصوص؟ بقرأ النصوص. بهي الغرفة السنديانة السورية بتقرأ كل النصوص اللي بتوصلها؟ ايه لأني بكتب. اوكي. عرفت شلون؟ بكتب. شو بتكتبي ست منى؟ بترجعي بتكتبي بكتب دوري كله. بتكتبي الدور؟ بكتب الجملة 100 مرة. اوف. يعني أنا مثل مؤلفة. والله جد. مشان هيك بيطلع مأنسن يعني الدور. بيطلع كثير لهي الدرجة حقيقي. هي للناس اللي بتسأل الست منى بترجع بتكتب الدور. هون الأغلفة يعني هيك شيء حميمي. مليان تفاصيل بالبيت ست منى. ايه هدول كمان. شو بدك أنت قول؟ صور أنا. هدول المهرجانات اللي حضرانتهم، شو بعرفني؟ شو بدك أعمل؟ برتكليات كمان هون. ايه. أوكي. اوكي 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 دن دن. لكن كنا بجوله مشكوره. يعني فيني صورها ولا لا؟ بدك صور. هون بتنام ست منى واصف. شو البومه؟ في بومه على البومه. انا بحبها كثير البومه في غرفتي. اذا نحن في غرفه نوم. فات حدا مره على غرفه نومك؟ لا صارت وفات حدا؟ لا ما صارت الا معكم. لكن هذا منزل كنا بجولة ببيت السنديانة السورية السيدة منى واصف. شفتي تبع ال تبع ال شفتي؟ لأنه نحن جيلنا